حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة كل يوم في حالة نخرج من باب ترجع من الطاقة نخرج من باب ترجع من الطاقة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة كل يوم في حالة إلى متى نصبر على كده حالة إلى متى نصبر على كده حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة وقصتي طالة بكل يوم أخبار قالوا لنا وقالا وكل يوم أخبار قالوا لنا وقالا حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة حالتي حالة يشغلكم قرعة بغنية باب الحارة يا عقل قدك داري نفتحوا السلاحق الحارة وبينه وبينك والله ما نستحل لهم يا عقل حملة النظافة هذه ضروري تكون كل شهر لا ما نسمعك عم علي يعني ما نشيش نكون نوسخ الحارة طول السنة ونعمل مرة يعني نظافة يوم واحد في السنة لا نعمل العكس نكون ننظف طول السنة ونوسخ مرة واحدة في السنة صح شباب صحيح صحيح لأن الأمراض انتشرة ومعانا الآن أمراض يعني حمى الضنك الكوليرا البلهارسية وهذه كلها بسبب القمامة المرمية داخل الحواري وداخل المدينة ولك الله محيي الزعيم ولك يا خال من فين بتجيب هذه الأفكار يا ابن الذين تحية للزعيم يا عقل يا عقل يقول لك نوري تعال عن ضروري أنت أصحاب الحارة في ساعة يلا 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 ماذا يا نورتي؟ هذا كارثة ومصيبة يا عقل هذه عقينة يصنعوا منها متفجرات ولي؟ متفجرات الحارة؟ ولك إيش يدمروا بالحارة؟ ولك حصلوا متفجرات بالحارة يا أصحاب الحارة؟ أصا سكوت لحظة باقي شيء معي يا خال ولك يا باطل علينا يا باطل والله إنه باطل وأكبر باطل وين حصلت هذي؟ الشباب كانوا ينظفوا الحارة ولقيونا ما بين بيت علوان وبيت علي والزمر حد يعرف عن هذا الموضوع حاجة يا رجال أنا والله وقسما بالله يا عاقل
ما لي علم بهذا الخبر. وأنا والله والله يا عاقل مثله ما شفتش حال. مو يا عاقل، مش قلنا هنا والله ما لي علم بشي ولا بحاجة. ولك يا أصحاب الحارة، ليش الكلام الكثير؟ غريمنا معروف وكلنا نعرفه، وأنا قد أعلمه. منو؟ منو؟ أبو النار وجماعته، أقصد اسمه مرداس وعصابته. الأفضل يا عاقل نروح بسرعة نبلغ إدارة الأمن. الموضوع هذا مش بسيط، الموضوع هذا خطير وكبير، وفي بعده مصيبة أكبر منه. تمام تمام، المهم يا أصحاب الحارة كملوا الحملة حق النظافة، وحذاري كما أولاد الحرام يعملوا متفجرات بالقمامات والشوارع العامة. تمام، نظفوا سواء وبهو. يلا يلا أنا وأنت، يلا يلا. قولوا الله يا رجال، الله, الله يا رجال. السلام عليكم. مو من سلام يا رجال. نعم قالوا انه حصلوا ببيت علوان وعلي صواريخ وقنابل ومتفجرات. كيفه؟ من قليل ديناميت، قتل متفجرات وصواريخ وطيارات، وهم ببيت علوان وببيت علي. من اين اديك الخبر هذا؟ والله انهم قالوا كذا يا رجال. من يدري القناة الإخبارية اللي قناة جرى بسرعة هذه؟ وكالة قاسم. هذه مرض قاسم لسانه طويل. اوه يا قاسم. وقاسم وعادة قال انهم حصلوا قنابل خرميش. يا رب سترك على الحارة يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الحارة في متفجرات والغام وديناميت، الله لا سامحهم عن ونعن، نشروا لنا البلاوي بالحارة. شوف يا قاسم، احنا لازم نقولنا بالحارة الان الان الان. اصالك صاوي تبشينا مري، وبعدين ندي لك خبرة عسكرية هذه. اما علوان وعلي هم حصلوا الديناميت جنب البيت حقهم، مش داخل بيتهم. شوف الخبر منتشر بالحاره كله. منتشر؟ من يدي وكالة الانباء اللي خرج الخبر كم سرعه؟ قالت السحولي، اتصلت لي وقالت لي زوجي قلب الخبيره كله. شهد يا الله على السحولي مرته، شهد يا الله على السحولي مرته. ها ها رجال قالوا في قناص بالحاره. كيف يعني؟ من قليل ديناميت حولتهن متفجرات وصواريخ ادفوا علي. كيف ارجع؟ الله المستعان يا اخ مراد، بالاخير يطلعن مسروقات. مسروقات؟ والله ما لي علم انهن مسروقات، ولو انا داري باخليك تشتريهن. كيف ما لكش علم؟ لولا لطف الله ستره فاتني رحت بستين داهية. أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله. هذه المرة يكون واحد يأخذ حذره من أي شيء يشتري. أهلني أهل، ولك ها، ولك حي الله بالمدرب، ولك حي الله، ولك أهلين. 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 حي الله مفتاح. بهالآمة وهالعين. أهلا وسهلا. ولك رشاد كيفك؟ الحمد لله. ولك يا منزوم، من لما رجعت من الغربة على الحارة ما شفنا بتلعب. خليها الله مفتاح، خليها الله بس. شيه ما تكون زعلان ومقهور. ولك ولك يا رشاد، يعني ما جات على راسك وحدها؟ كثير ناس انضاموا ورجعوا من الغربة مرحلين، بس منهم لله، منهم لله اللي رحلوكم. ربك كريم يا مفتاح، ربك كريم. ولك الله ما بينسى حدا. ولك انت هون بين اهلك وناسك. ولك رشاد، احنا هون بالحارة يعني بنتقاسم اللقمة نصين، يعني بنحب بعض وكل واحد يعني يحب الثاني من قلبه. ولك رشاد تشتغل معي عقيد. الله يحفظك، الله يحفظك. ولك راح تكون أبضاي. شكرا، الله يحفظك يا مفتاح، الله يخليك. يعني ما بدك شيء؟ الله يخليك، ما قصرت. ولا بدك فلوس؟ ما قصرت. ولك لا بدك؟ ما الله يخليك. ولك بدك؟ الله يخليك يا مفتاح. ولك رشاد خل تسلم، والله تسلم. يعني ما بدك؟ تسلم والله تسلم. ولا بدك؟ ما قصرت ولا. يعني ما بدك شيء؟ ابدا. ولا بدك من هذا الجيب؟ شكرا شكرا. ولا من هذا الجيب؟ ولا من هذا الجيب. شكرا. الله الله يفتح عليك، مع السلامة. الله يفتح عليك يا مفتاح، تسلم تسلم. Thank you.
كلام الضابط اليوم لي كأنه ملطام بين العيون. طبعا أنا نسيت أبلغك يا عاقل أنه التحرية الأمنية رفعت لنا تقرير عن الحارة، وحارتكم من ضمن الحواري المشبوهة، والمطلوب تكثيف تحريتكم الأمنية وتبلغونا أول بأول. يا باطل يا باطل يا باطل يا باطل. وليد مفتاح، مو تشم لي مفتاح. تجيبني؟ كنت واقف عم تعمل محامر داس وعصابته ولك تكلم. كنا نتفق على اتفاق بس، والدليل الكيس. كيس؟ تجيبوا هذا الكيس وتكلم ولا؟ بيبو ديناميت جابوا لي عشان اصنع متفجرات وفجر بالحارة. فجر بالحارة؟ يا باطل عليك يا وليد، يا باطل عليك يا وليد. يعني حطيت يدك بيد العدو عشان تدمر حارتك وتقتل جيرانك؟ ولك يا باطل سكوت. اخ بس عليكم، اذا كان الشهداء ماتوا وهم بيضحوا من اجلنا ومن اجل عزتنا وكرامتنا ووطننا، حرام حرام على الخونة امثالك يظلوا عايشين مرتاحين من بعدهم. ولك انا كنت شاكك فيك من الاول يا واطي. مفتاح، مفتاح يا قم، مفتاح قم 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 احرق قم. قم احرق قم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمك يا ابني تبدع بخلقك لمو؟ مو مبدع مو بو. أعوذ بالله صدق الغنية ذيك اللي قاله شخبط شخبيط لخبط لخبيط. تمام جزاك الله خير، قيمت له من النوم تجي لي غنية. هيرجع الغد يرجع اللي كان يسمع غامي يدخل النار. يا هي هي قوم، هي قوم نعمل دورية داخل الحارة. قال الوقت متأخر، انت عم نروح نعمل عاد، احنا كملنا طعنا ولي جزي مورطنا على الخائن. يعني ككل ساعة أخرى قطع لي وحدنا الحارة من عاش يبقي بالحارة. هذاك بالأحلام. الآن أقول لك أنسب شيء نعمل دورية الآن، المجرمين حصلوا فرصة لآخر الليل. يلا أنا شو أسبقه وأنت بتبعني. يلا تمام. أجيب البدلة هذه ولا بحق العقيدة أبو شهاب؟ قال والله ما أقول لها بعد، يمكن أخليهم يضربوا منك كأننا موقع لك ولا شيء. ها قال إذا ما تجي نهايتك على سطيف يطعنك بدارك وتتفلطح بالحارة، ولا ما أنا مفتاح ابن أختك. قال يا قال بعدي يا حارة يا خالي سين القادة يا خالي وين تروح هذه الساعة؟ وش وقت الرقدة؟ تحرك يا خالي. والله أبو عم شاهد الساعة بالحارة اللي احنا صدق لي نفسه انه الزعيم يروح يتفقد الحارة آخر الليل. أبو فارس كيف الحارة؟ الله ينتقم القتل صوتي والتخدينة علي. حياك الله عاقل. وين كنت؟ والله رحت اشتري علاج للبنت ما خلتها تسقط طول الليل. الله يعينك، ربنا يشافيها ان شاء الله. امين يا عاقل امين. محتاج شيء يا عاقل ولا شيء؟ تسلم يا علي ما تقصر. مع السلامة يا عاقل. الله وديعك مع السلامة. الله يا أخي يلا يلا يلا. الله أكبر الله أكبر. الله صدق الحق، هي مرايا وعن روحش. روح نصلي جماعة هجر. حاضر وبعدها سه. هي حاضر. الحق مش عندك، الحق عند الصيف اللي ما دققك سنتين بظهرك دي أقلعك. انت قيم القاتل. طمار
نعمات قلنا نعمات عليه كيلو طماطم في الجمهور انا بدالك قلت لي دي المره عقد عقد ولا عقد اللي انا زلمه لا لا ان شاء الله عقد 100% اقول لك هجب نفسه اللي عندي لبه وطلب مني انتم الموضوع اقول لك حسن مسكين تغير مع عوشتك حسن بعد اللي حصل لابنه يا والله لما رجع ابنه من الغربه رحل ابنه اثر عليه كثير لكن الف الف مبروك والله يتمم لكم بخير ان شاء الله امين يا رب امين قل له يا ابني وانا قبلته وانا قبلته الف مبروك على بركه الله الف مبروك عليك الف مبروك يا غالتك قل يا عقل أشوفك نسيت خطوبة بين أختك مفتاح والله ما نسيت بس أمور الحارة كركبت حياتي كله مهما يكون عاقل مهما يكون الابن يتيم وانت لازم تفرح قلبه وتكبر بخاطره إن شاء الله إن شاء الله ما شوقع إلا كل خير إن شاء الله مبروك يا عقيدنا مفتاح مبروك مبروك أدام الله سر عقبالك كلمه كلمه سمعه أسمعته قوافك اسمع بكرة بتبدأ تنزل السوق وحدك بتقول لهم إنه حليمة بترجع العادة القديمة مفهوم آه وهذا الختمة خلاص خلاص يبني علشان تعمل لي بطاقة حلا اجينا هنا ما شاء الله ما شاء الله البنات كبرين الحمد لله الحمد لله الله يحفظها لك ان شاء الله امين امين المهم يسحوني ان شاء الله شنقي زورك عما قريب ان شاء الله البيت بيتكم ان شاء الله الله يحفظك الله يحفظك يلا هان استاذنك الله يستعليك مع السلامة مع السلامة عم سحولي مع السلامة مع السلامة عم سحولي افتحوا لي داح قلعوا عينك وبصرك اه خال مو عملتوه مو عملتوه من اول وانت الشق واصله عنده عيب عيب وش يقولوا عن اصحاب الحاره ما عرفناش ربي وبعدين من دق باب الناس دقوا بابه تمام تمام ها اشيك تروح لان للسوق تمام تمام اشيك تروح تشتري 2 كيلو طماطم تمام و2 كيلو بصل تمام و2 كيلو بطاط تمام تمام ها أشيك تنقي كوسة حلا تمام لا يضحكوش عليك دوخ الكوسة الكبار طيب طيب تمام طيب. تمام يا أخي هذا سني وعاد مشتي منك تدي عصرة بقدونس حلا الكلاء تصفي الواحد تمام حاضر حاضر يا أخي وفلفل وفلفل خلاص يا أخي الملك غطبها غطبها خلاص تمام وفلفل ومزوق مفتاح مفتاح منكم ومن اذيتكم ايش رجعك الحارة يا مرداس اطلع من الحارة برع برع يا مرداس وانا بطلع برع شباب اطلعوا برع يا شباب يلا
بدوا لي على طول طلع هذا تيجي مني يلا بسرعه يا 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 الله 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 اسمعي يا بنتي نعم ده عندي طاقة لا هذا فردوس عصابته ويعملوا مشاكل في السوق امشيين يرجع يا بنتي امشيين الحمد لله اللي جيت وقتك يا مفتاح اسمع فردوس عصابته يعملوا مشاكل في السوق انت روح بالله خارك وانا شرح بالله خارج يلا 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 شرطة يا ابا هذو مفتاح ست الرجال اقول لك لا تضربين اكفلوني خلوا يروح بالله خارك ولا مستقبل لهمش يا ابا باي الا اقدر لهم ولك انا عبضاي عمي جاولي اقدر لي مرداس وعشر امراض يسين مثله خلاص انتو رموحوا ولا شو خلوا يشوف شغلك مفتاح رجع يا مفتاح عجبك حنا بتبرية امشي قدامي روحي وانا راح من الشبه امشي ولك مرداس يا عاقي وينك وينك حياك عز وجل يا مفتاح حياك الله يا واطي وينك من بدري يا مفتاح؟ والله موجود بس نحن كلمنا لك اتفاقين من الصبح وذا الحين؟ وذا الحين هو؟ وذا الحين اجا وقتك الله 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 علي نعم يقول لك خالي تدي له 2 كيلو طماط احمر و2 كيلو بطاط وبمية بامية مقمعين ذراف حالتي حاله حالتي حاله حالتي حاله حالتي حاله حالتي حاله كل يوم في حاله نخرج من باب ترجع من الطاقه نخرج من باب ترجع من الطاقه حالتي حاله حالتي حاله حالتي حاله حالتي حاله قالوا لنا وقالا وكل يوم أخضر قالوا لنا